في ذات السياق يكون معنا سيد أحمد الجازوي، هو أحد ثوار مدينة بني غازي. سيد أحمد حياك الله معنا في قناة التناصح. مدينة بني غازي هي الشرارة للثورة عام 2011، تكون الاحتفالات بالذكرى السابعة فيها شحيحة جدا بالمواطنين الذين احتفلوا بهذه الذكرى. السلام عليكم، تحية لك وقناتك، ونهني جميع الشعب الليبي الحر على ثورة الحرارة، ثورة 17 من فبراير اللي كان أساسها، وأنا هنا أحب نذكر جميع الليبيين، أساس هذه الثورة كان الخروج على الظلم والاستبداد والقمع. هذن أساس مبادئ ثورة فبراير. بالنسبة للاحتفالات طبعا خلت من أحرارها وثوارها، يعني من فيها الآن بشكل خجول احتفال، يعني احتفال إلا للأسف أو شوقا لتلك الأيام الطيبة، ونسأل الله أن نفرج عليهم وفكهم من هذه الغمة اللي جات مع قلوبهم، وهي عملية الكرامة اللي مسيطرة في تلك المنطقة. طيب، هل هناك من أسباب واقعية وملموسة تمنع القاطنين في مدينة بني غازي الآن من الاحتفال وإحفاء بالذكرى السابعة للثورة، أم أن المواطنين تناسوا ذكرى الثورة في بني غازي دعني أقول؟ نعم، يجب أن نفهم أن عند بداية ما تسمى بعملية الكرامة وقيام مجرم الحرب بها حفتر عليه، قام بإرجاع كافة الأجهزة الأمنية للنظام السابق، سواء من أمن داخلي أو من كان في الشرطة، ومن مجرمين مطلوبين ومن أزلام النظام، عادوا إلى المنطقة الشرقية بكامل صلاحياتهم، هم مسيطرين أمنيين يقومون بالخطف والقتل، فكرههم وحقدهم على هذه الثورة موجود، لأنهم في الأصل عبيد للقذافي وللنظام، وما دخلوا إلى المنطقة الشرقية إلا تحت عباءة ما يسمى بعملية الكرامة الإرهابية لأجل العودة والسيطرة على تلك الأماكن. ففي المنطقة الشرقية الآن حاصل أن جهاز الأمن الداخلي قاعد، وهذا شيء أنا يعني عن قناعة وعن يقين، يعني شيء يعني معلومة أكيدة، أنه قاعد عامل ملفات لكل من شارك في ثورة فبراير، وبالصور ان هذا صبا، هذا دار، هذا قدم، هذا قام بالمشاركة في الشبهات، وموجودين، وسوف يتم يعني الان في الفوضى الحافلة هناك بعض الاغتيالات التي تحصل، هناك من ضمن الاغتيالات الان هم تركيزهم بالاكثر على من يعارض عملية الكرامة، وايضا من هو معتبر ان من ثوار فبراير ومن قام ومن هو مؤيد لهذه الثورة يتم اغتياله في هذه الفوضى العارمة من الاغتيالات الموجودة. فالناس طبعا تخاف على حياتها، فمن يخرج يحاول أن يكون حريص وخوفا على حياته، يعني لهم العبر. طيب، السيد أحمد الجازوي أحد ثوار مدينة بني غازي، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر.